تستاهل الأول. أصالتنا تنادينا حاضرنا وماضينا لا شيء سوى الإبداع يرضيكم ويرضينا. حي الله الروشن حي الله الروشن حي الله الروشن وهلا بشهر الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا وحياكم الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في فقرة مسابقة جمهور الروشن وفي الفقرة 19 من هذا البرنامج. الله يحييكم جميعا ومرحبا ومسهلا، وكالعادة نعلمكم ونعرفكم على متاجركم اللي هداياكم تصلكم منها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نعلمكم بالآلية مرة أخرى للمنضمين إلينا حديثا. الآلية كالآتي: اتصال يظهر على الشاشة أرقام اتصال وفيه سحب نهاية الحلقة على 10 متصلين، وأيضا من التاج مجمل الفائزين معنا في كل حلقة 10 فائزين جوائزهم من متاجركم المتجر. أول متجر أحلى كلام للاتصالات، وايضا متجر تذواق لاجود انواع العسل، وايضا متجر وبراند جود للعطور، ومتجر من شلهوب للمزادات والعود. الله يحييكم وننطلق حنا وياكم سويا في السؤال الاول. والسؤال الاول سؤال التاج، السؤال اجابته في تاج الروشن 19، حط اجابتك تحت التاج. يقول السؤال الاول: أين يوجد موقع مقبرة أمنا حواء؟ أين يوجد موقع مقبرة أمنا حواء؟ هل هو في دمشق سوريا أم جدة السعودية؟ والإجابة واضحة في تاج الروشن 19، حط إجابتك وفالكم التوفيق. اللي ما يلحق على الاتصال يحط في التاج إجابته، والله يوفقنا وإياكم جميعا ويسر أمورنا وأموركم. بعد اتصالين قادمة أو ثلاثة حسب سرعة الاتصالات راح نسحب على سؤال التاج: أين يوجد موقع مقبرة أمنا حواء؟ في دمشق أو في جدة السعودية؟ الإجابة واضحة وصريحة. الاتصال الأول: مرحبا يا أمجاد من أبها. أيوه. ارفع الصوت يا أمجاد. أيوه. السؤال يقول: كم عدد مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ مفاتيح الغيب، هل هي 3 مفاتيح أم 5 مفاتيح يا أمجاد من أبها؟ وش إجابتك على السؤال يا أمجاد؟ 5 مفاتيح. نثبت؟ ها؟ ثبت يا كنترول. إجابة صحيحة، 5 مفاتيح إجابة أمجاد من أبها. الإجابة صحيحة، أمجاد من أبها الإجابة صحيحة فعلا. عدد مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هي 5 مفاتيح. نذكر بسؤال التاج: أين يوجد موقع مقبرة أمنا حواء؟ في جدة أو في دمشق. السؤال القادم أو الاتصال القادم: بيان من الطائف. مرحبا يا بيان. السلام. ارفع الصوت. السؤال يقول: ما هو الاسم الكيميائي للطباشير؟ ما هو الاسم الكيميائي للطباشير؟ هل هو كربونات الكالسيوم أم كبريتيد؟ هل هو الكربونات الكالسيوم؟ أثبت؟ أيوه. ترى اليوم أول إجابة راح نثبتها. أثبت؟ أيوه. ثبت والإجابة صحيحة، المبروك يا بيان من الطائف. كربونات الكالسيوم فعلا هي الاسم الكيميائي للطباشير. الاسم الكيميائي للطباشير كربونات الكالسيوم. ألف مبروك يا بيان من الطائف. نذكر بسؤال التاج: أين يوجد موقع مقبرة أمنا حواء؟ في دمشق أم في جدة السعودية؟ انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. طيب، رحاب من بحرة. السلام عليكم يا ابو بهير، شلونك؟ عساك طيب. السلام ورحمه الله وبركاته. هل هذه قد اتصلت معنا قبل صح؟ مرحبا يا رحاب، كيف حالك يا رحاب؟ الحمد لله طيبه. جعلها دوم ان شاء الله. جاهزه للسؤال؟ جاهزه. طيب، السؤال يقول:
من هو الذي اخترع المصباح الكهربائي؟ هل هو توماس أديسون أم توماس ليمار؟ توماس أديسون. أثبت؟ ثبت. ثبت والإجابة صحيحة، المبروك يا ريحان من بحرة، الإجابة صحيحة، توماس أديسون هو من اخترع المصباح الكهربائي، المبروك يا رحاب، ألف مبروك، الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، لذلك نقول المتصل لرحاب هي جاوبت على الإجابة الصحيحة لمن هو من هو أول من اخترع المصباح الكهربائي. من هو المخترع المصباح الكهربائي؟ هو توماس أديسون، فعلا إجابة صحيحة. هل في اتصال قادم أو نسحب من التاج؟ يلا بنسحب من التاج. بسم الله نسحب من التاج. إجابات صحيحة. طيب قلنا أين وجد موقع مقبرة أم حواء؟ في جدة. في جدة نعم، الإجابة الصحيحة في جدة في السعودية، الإجابة الصحيحة في جدة السعودية، ونقول ألف مبروك. الغريب إن كلكم يعني ناين سكا يعني بالثواني مجاوبين، يعني ليش ما من قبل ما بديت السؤال وانتم مجاوبين عشان تاخذون فرصتكم؟ طيب نوقف هنا. ساره السبيعي، الف مبروك يا ساره، الاجابه صحيحه، الاجابه صحيحه يا ساره. الاتصال القادم ابو مصرط من جده. مرحبا ابو مصرط. مرحبا مليون. يلا حيا. الله يبقيك. شلونكم يا هل جدة؟ خير ابشرك، علومك ابشر، كيفكم مع الصيام؟ على الامور طيبة. جاهز للسؤال يا ابو مصلط؟ جاهزين. طيب السؤال يقول ما هي اقوى انواع الاحجار الكريمة؟ ما هي اقوى انواع الاحجار الكريمة؟ حجر الياقوت ام حجر الالماس؟ حجر الياقوت ام حجر الالماس يا ابو مصلط؟ الياقوت. اثبت ولا بتخاير؟ اثبت. ثبت. ها اقول ثبت. ارفع الصوت عندي هنا. اقول ثبت. اثبت على ايش؟ على الاولى. الياقوت ولا الالماس؟ الياقوت. وإذا قلنا أن الألماس هو أقواها؟ خلاص الألماس. أنا أقول الأولى وأنت عاد. وش ودك أنت؟ وش ودك؟ الألماس. الألماس؟ أي نعم. أبو مصلط ثبت على الألماس، وألف مبروك يا أبو مصلط، الإجابة صحيحة، فعلا الألماس هو يعني أقوى الأنواع، وهي جاي بالترتيب أصلا في الألماس، بعدين على ما أعتقد التوباز والمرو والكهرمان، الياقوت في الترتيب السابع والسادس. في اتصال قادم. أم علي. أم علي من الرياض. مرحبا يا أم علي. أهلين. مرحبا يا أم علي، تسمعيننا؟ أيوة أيوة أسمعك. طيب جاهزة للسؤال؟ جاهزة. طيب ما اسم صغير الخروف، حمل او عجل؟ حمل. ها حمل. اثبت. ثبت. ثبت والاجابه صحيحه، الف مبروك يا ام علي من الرياض، الاجابه صحيحه، فعلا حمل هو صغير
خروف، ألف مبروك يا أم علي من الرياض. السؤال القادم في تاج الروشن 19، حط إجابتك. ماذا يطلق على أنثى الضفدع؟ ماذا يطلق على أنثى الضفدع؟ هاجة أم هجرس؟ هاجة أم هجرس؟ هجرس. حط التاج 19 ثم جاوب وحط إجابتك الصحيحة. البعض حط إجابة تحت تاجي تحت حساب القناة، تحت حسابي، لا، التاج الروشن 19، حط إجابتك الصحيحة وفالكم التوفيق. الاتصال القادم، اتصال قادم. عبد الرحمن من الرياض، مرحبا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، الو، اسمعني من التليفون يا عبد الرحمن. اي اسمعك، اسمع. جاهز للسؤال؟ جاهز. يقول ما المدينة التي يطلق عليها مدينة الضباب، باريس ام لندن؟ مدينة الضباب، مدينة الضباب، هل هي باريس ام لندن؟ لندن. اثبت؟ ثبت. ثبت والاجابة صحيحة يا عبد الرحمن من الرياض. لندن مدينة الضباب، ايضا ابها في السعودية هي مدينة الضباب، فالإجابة لندن. أذكركم إجابة التاج أو سؤال التاج، ماذا يطلق على أنثى الضفدع؟ هاجة أم هجرس؟ والإجابة واضحة، بإمكانكم البحث، أو اللي يعرف إجابة نزل إجابتك من الآن في التاج علشان تتمكن في المشاركة معنا. طبعا طيب، الاتصال القادم من المدينة، مرحبا يا بندر. السلام عليكم. السلام، كل عام بخير. وانت طيب وبخير وبنعمة، تقبل الله منا منك ان شاء الله صالح الاعمال يا بندر. جاهز للسؤال؟ ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال يقول في اي مدينة يوجد اكبر سوق للتمور في السعودية، في حايل ام في بريدة؟ في بريدة. اثبت على بريدة ولا على حايل؟ لا، بريدة. بريدة هو الإجابة صحيحة، ألف مبروك يا بندر من المدينة، الإجابة صحيحة ودخلت معنا على السحب في نهاية الحلقة. وعيد وكرر، اتصلت والإجابة صحيحة، خليك مع الكنترول ان يقولون شكرا، خذينا الرقم وخذينا المعلومات، لأن اتصالك في البداية ما يكون مسجل ولا يكون الرقم واضح. ماذا يطلق على أنثى الضفدع؟ هذا إجابة سؤال التاج اللي بنسحب عليه إن شاء الله بعد الاتصال القادم. وحط إجابتك في تاج الروشن 19، هل أنثى الضفدع هاجة أم هجرس؟ وننتظر إجاباتكم في تاج الروشن وفالكم التوفيق، والله ودنا كلكم تفوزون. اتصال قادم. حصة من الرياض، مرحبا يا حصة. السلام. يا مرحبا. يا مرحبا بك، جاهزة للسؤال؟ نعم نعم. طيب، يقول السؤال ما المقصود بيوم الفرقان الذي ذكر بالقرآن الكريم؟ ما المقصود بيوم الفرقان الذي ذكر في القرآن الكريم؟ فتح مكة أم غزوة بدر؟ غزوة مكة. هل هو يا حصة فتح مكة أم غزوة بدر؟ غزوة بدر. الإجابة صحيحة، ألف مبروك يا حصة من الرياض، الإجابة غزوة بدر هي الإجابة الصحيحة، ألف مبروك يا حصة، الإجابة صحيحة، غزوة بدر هي المقصود بيوم الفرقان. نسحب على التاج، ماذا يطلق على أنثى الضفدع؟ هاجة أم هجرس؟ طيب، نقول التاج الروشن 19، حط إجابتك وفالكم التوفيق جميعا. هاجة هاجة هاجة، نعم نعم صحيح، نعم الإجابة الهاجة، هذه أنثى الضفادع، قصدي الضفدع، معلش الضفدع، هي هاجة. طيب، مون الهاجة هي أنثى الضفدع
فعلا الإجابة الصحيحة هي مون. خلني بس عشان حساب الإجابة الصحيحة للاتصال القادم. عبد العزيز من الرياض. البقى يلا حيا. الله يحييك. كيف حالك يا عبد العزيز؟ بخير الحمد لله. كيفك مع الصوم؟ ها؟ كيفك مع الصوم مع رمضان؟ زين. قد شاركت قبل ولا حاولت تتصل؟ ولا اليوم أول يوم؟ حاولت. طيب السؤال يقول يا عبد العزيز جاهز للسؤال؟ جاهز. السؤال يقول ما المقصود بالأوتاد التي تم ذكره بالقرآن الكريم؟ ما المقصود بالأوتاد الذي تم ذكره في القرآن الكريم؟ هل هي الأهرام أم الجبال؟ الأهرام. ها؟ الجبال. أنت جاوبت صح عفوا جاوبت الإجابة الأولى بعدين من اللي عدلك؟ الأولى. وش الأولى؟ الأهرام. ها؟ الأهرام. يقول عبد العزيز الأهرام هي التي ذكرت في القرآن الكريم. الجبال. ها؟ ساعدني. وش؟ ساعدني. ايش رايك كنترول جابتها اهرام ولا الجبال؟ ها انت قلت الاهرام. ايه الاهرام. يقول ايه ثبت على الاهرام. الاجابه صحيحه يا عبد العزيز من الرياض. الاجابه صحيحه. الف مبروك يا عبد العزيز من الرياض. عبد العزيز جاوب اجابه صحيحه. لا لحد اللي عنده عدله او يعني. طيب صلات خلصنا منها. طيب حنا بنحط لكم السؤال الأخير في التاج. آخر سؤال اليوم عندنا في التاج. كم عدد أبواب الجنة؟ كم عدد أبواب الجنة؟ 8 أم 10 أبواب؟ كم عدد أبواب الجنة؟ على بال ما تجاوبون يعني ما عاد في اتصال. خلوا ركزوا هنا في التاج. كم عدد أبواب الجنة؟ 8 أم 10؟ الإجابة واضحة وصريحة. وهذا آخر سؤال معنا اليوم وبيكون سؤال في التاج. جاوبوا الآن علشان نسحب ونعطي القرعة هالشباب عشان ما نتأخر. الإجابة 8 أبواب. فحط إجابتك في التاج الروشن 19 وفالكم التوفيق. طبعا هداياكم من تاجركم متجر أحلى كلام للاتصالات وظهرت حساباتهم. وأيضا بن شلهوب العود وجود للعطور وأيضا عسل تذواق. أنا ترى رايح التاج الحين بسحب. اللي ما سجل إجابته يسجل إجابته. وفالكم التوفيق جميعا. فالكم التوفيق. كم عدد أبواب الجنة؟ 8 أبواب أو 10 أبواب؟ كم عدد أبواب الجنة؟ 8 أبواب أم 10 أبواب؟ جابوا في تواق الروشن 19 وفالكم التوفيق جميعا. طيب نعم الإجابة إجاباتكم في تاج الروشن 19. تو الناس تجاوب على السؤال في جدة وفي مد. لا حنا سؤالنا ثاني. هم علقه مع الإجابات صراحة. كم رقم الاتصال؟ اتصال موجود دائم في بداية كل فقرة كل حلقة نبداها الاتصال أو فون موجود. كم عدد أبواب الجنة؟ 8 أبواب. حط إجابتك في تاج الروشن 19 علشان تقدر تدخل معنا السحب في نهاية الحلقة وفي نهاية كل حلقة. 8 أبواب فعلا. 8 أبواب 8 أبواب.
انتوكم تتجاوبون، انا قايل لكم جاوبوا في مع اول سؤال، احطه سواء السؤال الاول او اي سؤال في التاج، حط اجابتك وكمل اتصالك اذا عندك اتصال. نقول الف مبروك، الف مبروك. وقف هنا. الاسماء، الاسماء تقول 8 أبواب والاجابه صحيحه، ونرسل اخر مجاوب معنا او اخر واحد مشارك مع اليوم في فقره جمهور مسابقه جمهور الروشن وفي الحلقه 19. الف مبروك اللي حالفهم الحظ معنا في الاتصال، وحظ اوفر اللي ما حالفهم الحظ لا في الاتصال ولا في التاج. فمثل ما علمتكم اتصل وقبل تقفل اخذ عفوا اعطي الكنترول بياناتك كامله علشان نتواصل معك، وايضا للتاج اللي يفوز معنا في التاج يلي ترد على الخاص او يفتح الخاص، والبعض يشارك في التاج خاصه في التاج ولا يقعد معنا لنهايه الحلقه فلا يدري هو فاز ولا ما فاز، في يهمل هذا الجانب. في التذكير اللي يفوزون معنا مثلا اليوم فزت معنا مثلا متجر تذواق، خلاص رقمك موجود عند المتجر ما يحتاج انك تدق عليه نفس اليوم، ما يمديه لا يجهز طلبك ولا يمديه عنده طلبات غيرك. اوكي نزل عندك حاتم عنده طلبات غيرك يعني، فهو طلبك جاهز يعني 48 ساعة بالكثير وطلبك جاهز. فلانهم يعانون من هذه المشكلة ويعانون من هذا التصرف من بعض الفائزين. القرعة وصلت، فإذا أنت فزت معنا، إذا فزت معنا خلاص اعرف ورقمك صحيح وتم التواصل معك وكان رقمك صحيح في الكنترول، اعرف أن هديتك راح توصلك يوم يومين ثلاثة بالكثير هي عندك. تعرفون شهر رمضان شحن زحمة وضغط، فلذلك أصحاب المتاجر يعني منزعجين من الواحد يفوز ويقول ما حد دق عليه، ما يمديهم يدقوا عليك، انتظر حقك محفوظ. إذا طول مرة على قولتهم وقت غير طبيعي، ذاك الوقت من حقك تتصل أو أنك تكلمني أو أنك، لكن أنا أقول لكم حقكم محفوظ والكثير يعني 90% وصلتهم هداياهم. الآن جينا لنسحب على الفائزين من التاج ومن الاتصال كما عودناكم. أول الفائزين معنا يوميا نسحب على متجر تذواق. متجر تذواق حصة من الرياض، ألف مبروك يا حصة، الإجابة صحيح عفوا دخولك معنا في المشاركة وأيضا الفوز بعسل تذواق من الرياض، ألف مبروك يا حصة. الفائز القادم معنا من براند جود للعطور، أبو مسلط جدة، أو أبو مسلط من جدة، أبو مسلط من جدة، ألف مبروك يا أبو مسلط. الفائز القادم نقول ألف مبروك من متجر بنشلهوب العود، ألف مبروك بندر من المدينة، ألف مبروك يا بندر، ألف مبروك يا بندر. باقي معنا المتصلين، باقي معنا 6 هدايا، بعدها إن شاء الله نسحب على الهدية الأخيرة والجوال، ونقول ألف مبروك جائزتك أو هديتك القادمة من أم مايا، ألف مبروك يا أم مايا، ألف مبروك، الإجابة صحيحة، ألف مبروك من تذواق العسل، ألف مبروك يا أم مايا. القادم براند جود للعطور، عبد العزيز من الرياض جاك عطر من براند جود للعطور، ألف مبروك يا عبد العزيز المتصل، العفو الفائز القادم نقول ألف مبروك. بنشل هوب العود مقدم لك هدية. أمجاد من أبها، ألف مبروك يا أمجاد. باقي معنا تقريبا 6، بنسحب على 6 ونقول ألف مبروك وجائزتك القادمة من تذواق للعسل، ألف مبروك تذواق العسل. رحاب من جدة أو من بحرة، ألف مبروك يا رحاب، ألف مبروك يا رحاب. باقي معنا هديتين، 3 هدايا من براند جود العطور وبراند بنشلهوب أيضا الأخير الجوال. أم علي من الرياض، ألف مبروك فزتي معنا بالعطر، ألف مبروك يا أم علي. باقي المعنى
حوالي 4 و5. الفائز القبل الأخير نقول ألف مبروك لفزت معنا يا بيان من الطايف من براند بنش الهوب للعود. وأيضا الفائز الأخير معنا ونقول ألف مبروك فزت معنا أو فزتي معنا بالجوال، ونقول ألف مبروك يا عبد الرحمن من الرياض. ألف مبروك يا عبد الرحمن، ألف مبروك وألف مبروك للجميع اللي فازوا معنا. ومثل ما قلنا لكم هداياكم تصلكم في أقرب وقت وفي حال تجهيزها، فنتمنى منكم يعني التجاوب معنا في هذه النقطة، لأن أصحاب المتاجر يشتكون من الاتصالات في نفس الليلة. فزت اليوم اتصلت، أنا فزت ما حد اتصل، انتظر وبيجيك اليوم الثاني رسالة إن طلبك قيد التجهيز. الله يوفقنا وياكم، هذا للتنبيه، واللي محالف الحظ نقول أبشر بالعوض، إن شاء الله كلكم فايزين وأبشروا بالخير. متاجركم ما قصرت معكم، مثل ما قلت لكم هداياهم وعروضهم مستمرة لكم طوال الشهر وفي ما بعد. والله يوفقنا وياكم، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من مسابقة جمهور الروشن، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الماضي في عصرنا الأول، نشارك بروشن يستاهل الأول، أصالتنا تنادينا حاضرنا وماضينا لا شيء سوى الإبداع. أصالتنا تنادينا حاضرنا وماضينا لا شيء سوى الإبداع يرضيكم ويرضينا. حي الله روشن، حي الله روشن، حي الله روشن، وهلا بشهر الخير. حي الله الروشن، حي الله الروشن، حي الله الروشن، واهلا بشهر الخير. حي الله الروشن واهلا بشهر الخير، يمتابع الواقع العام هذا غير. خله على الروشن، خله على الروشن، نجدد عصرنا الأول، منشارك بروشن يستاهل الأول. أصالتنا تنادينا حاضرنا وماضينا لا شيء سوى الإبداع يرضيكم ويرضينا. حي الله الروشن، حي الله الروشن، حي الله الروشن، وهلا بشهر الخير. الاكله السمبوسه الصغيره اللي يجيك تاخذها جبن وعليها شيره.